أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم متابعينا الأعزاء في البورصة العقارية. نبدأها بالأخبار. كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه عن إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة تجاوزت مساحتها الإجمالية 3,780,000 متر مربع، منها صكان لحي جوز النكاسة وحي الكدوة بمكة، و5 صكوك لحي غليل وحي بترومين في محافظة جدة. وذكر بافقيه أن الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهمت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت عددا من المشاريع التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة. تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في يونيو المقبل البدء مباشرة في تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في المرحلة الثانية نيابة عن أصحابها الممتنعين في مدينة الرياض وفرض غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسوم. وقال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبد الحميد الحماد أن الوزارة تمتلك حالياً البيانات الخاصة بالأراضي الخاضعة للرسوم للمرحلة الثانية من حيث عددها ومساحتها ومواقعها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة منها وزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة وجهات أخرى ذات علاقة. قال المهندس يحيى سراج رئيس عملية التطوير العقاري بالشركة الوطنية للإسكان للإخبارية أن الشركة قدمت الكثير من الحلول للمطورين العقاريين، وأن الفترة القادمة ستضخ 300,000 وحدة سكنية بحلول العام 2025. اليوم الشركة الوطنية للإسكان هي رائد والمطور الوطني الممكن للقطاع الخاص في قطاع التطوير العقاري. اليوم الشركة الوطنية للإسكان طورت ضواحي سكنية كبرى في المملكة، وصلنا اليوم إلى 7 ضواحي سكنية. اليوم دور القطاع الخاص معانا في تنمية هذه الضواحي السكنية وتوفير منتجات وحلول سكنية للمستفيدين الدعم السكني، هذا أحد الركائز اللي نعمل عليها اليوم في الشركة الوطنية للإسكان. وقدمنا اليوم الكثير من الحلول للمطورين العقاريين اللي راغبين اليوم أنهم يشاركوا معنا في المشاريع المستقبلية. أيضا مقبلين إن شاء الله خلال الفترة القادمة على ضخ لنصل إلى 300,000 وحدة سكنية بحلول إن شاء الله 2025. نلقي معكم نظرة على أسعار الحديد في مدينة الرياض ليوم السبت 25 من فبراير الجاري. من خلال المؤشرات العقارية للمملكة ننقل لكم الحركة العقارية لمدينة الرياض خلال أسبوع، حيث سجلت 1394 صفقة عقارية بمجموع قيمة بلغت 1,790,000,000 ريال، فيما بلغت المساحة المتداولة 937,746 متر مربع. نهاية حلقتنا اليوم، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.